الجمعية الوطنية للأيادي الحرفية دارت أول طبعة مسابقة بدون جلوتين. يعني هذه فكرة كنا راح بمناسبة على بالك بلي اليوم العالمي للمرض سيلياك، هذا الشيء كنا راح نديروا تظاهرة فيها المرض سيلياك، الناس يجوا يدوا من عند المنتجين، الناس يجوا يديروا هكذا، لكن الأفكار كاين في الراس. واش درت مع السيدة ميغاميس اللي نشكرها بزاف بزاف، قلت لها لمالا نخممنا الطبعة تنزلوا تظاهرة وطنية ونكملوا فيها مسابقة، لأن هاد الناس هما سي دي مالاد سيلياك، يطيبوا للحلويات، الطبخ، العود مع صديق لي بات وهاد العفايس، وعلاش لالا نعطوهم قيمة كيما هما كيما المحرفيين اللي يطيبوا الحلوة يديروا مسابقة، عندهم حق. عطينا لهم هاد الفرصة اللي أنا فرحانة بها. مسابقة راح تكون اختصاصها راح تكون أول اختصاص في الحلويات العصرية، راح الحلويات التقليدية والطبخ كذلك. دونك هاد الثلاث اختصاصات راح يكون فيها الأول والثاني والثالث. هدايا رمزية، لكن أكثر خير المنتجين اللي عاونونا بزاف بزاف اللي هما اختصاص تاعهم دائما نقول سون غلوتان، راهم واش نقول لك أني فرحت كي لقيتهم، لأن أنا ماشي اختصاص تاعي، لكن مع الجمعية عندي اختصاصات. وسيدة ميغاميس اللي نشكرها دبرت بدرت معايا في مع الأول درنا فورماسيون بينيفولا للسون غلوتان، وكملنا راح نكملوا في هذه التظاهرة، أكيد ماش راح نحبسوا هنا، راح يكونوا معنا دي مالاد اللي يكونوا انشغالات تاعهم، راح يكونوا معنا كذلك المنتجين راح يشاركونا تاني الصعوبات اللي عندها. والهدف الأول والوحيد اللي أنا كما تعرفوا بأن السون غلوتان لو مالاد سيلياك ما عندوش لاسيغونس، يعني في هذا الباب أنايا قلت بلاك اون فاتروفي اون سوليسيون مع من، ماشي وحدي اكيد، راح نشوفوا مع المنتجين، راح نشوفوا مع لي ميتسا اكيد بلوتار اون فايالي مع الصحه. الحاجه اللي مليحه اللي فرحت بها ان المنتجين وعدوني، درنا غونيون البارح العشيه وعدوني اننا راح ندير يد في اليد، راه اون فافير كيلكو شوز بلوتار ان شاء الله غياك بوغ لو مالاد اللي فرحت بزاف بزاف هاد المبادره اللي جات من عندهم. وكذلك اللي حنا انا عطيت لهم الفكره قالوا لي با بروبليم انا واقفين معاك، نعطيهم الصحه يعطيهم الصحه. وثانيا الجمعيه تاعي، الاعضاء الجمعيه اللي راهم كامل واقفين، ما نقدرش نقول شكون، يعطيكم الصحه اللي وقفتوا، يعطي الصحه كذلك لرياض الفاتح اللي حل لي الباب باش قدرت ندير هذا الشيء كامل، ونعطيكم الصحه دين مره ثانيه انتم، نقول لكم يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه. سفيان هوكي مدير شركه لينات مختصه في المنتجات الغذائيه الخاليه من الغلوتين. لاقام تاعنا فيها انواع من لي فارين، عندنا الكسكس، عندنا فريك، فارين دومي، طبعا كلش خالي من الغلوتين. رانا متواجدين في السوق الجزائريه منذ 2019، التسويق الرسمي كان في 2019، ورانا اليوم هنا في التظاهره العالميه اليوم السيلياك، واللي تشرفنا فيه بالحضور مع ثله من المنتجين المختصين في نفس المجال، ومع حرفيين، مع جمعيات. الحمد لله نشكر الجمعيه الوطنيه للايادي الحرفيه اللي كان هي المنظمه وهي اللي دعتنا لهذه التظاهره. يبقى سؤال اخر على المنتوج الخيل المغلوتين عموما وسعر المنتوج. في الحقيقه سعر المنتوج هو سعر مرتفع بسبب الماده الاوليه، والاكثر الناس الخطا اللي يوقعوا فيه انه يقارنوا في الفارينه العاديه بالفارينه الخيل المغلوتين، رغم انه لا 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 الماده الاوليه تختلف، والفارينه العاديه راهي مدعمه من طرف الدوله، تسلم للمنتجين بسعر رمزي حتى يصل للمستهلك بسعر رمزي. لا ديريكسيون كوميرسيال في بو مرداس اللي راهي تسوق هنا في الجي، وعندنا ابليكاسيون الانسان حبينا نسهلوا على المواطن وعلى المستهلك انه يوجد نقاط البيع. اسسنا يعني تطبيق في الاندرويد يقدر اي انسان يتيليشارجي يكتب في البلاي ستور في الريشيرش لينات سون غلوتان. هذا التطبيق مختص بشركه لينات فقط، يكتب اي ولايه عنده، مثلا يكتب الجزائر، يكتب الجلفه، يكتب الواد، يكتب توغرت، راح يوجد جميع نقاط البيع اللي موجود فيها منتجات لينات. بون حنا سي لا سوسيتي ماداس سبيسياليزي في لا برودكسيون دي بيسكوي سون غلوتين اي سون سكر. Donc, on a une gamme, une variété de produits. Gina Lioma, Marlon, on est en train d'exposer nos produits. Inch'Allah,
تما يعجب اللي راهم حاضرين هنا، وان شاء الله نشرفوا ثاني لا سوسيتي الجيريان، ونشرفوا لا بروديكسيون الجيريان ان شاء الله، سورتو في الدومين هذا كي ان بو شويه ناقص. دايور ميم لي سيلياك هنا مساكن لي مالاد سون اون تران دو سو بلاندر سور سور لا نون ديسبونيبيليتي دو لي برودوي هادو، وحنا هنا نسعاو ان شاء الله نوفروا لهم حاجه اللي يسحقوها كاع ان شاء الله، حنا نسعاو نوفروها لهم. بارابور او بري دونك لي بري حنايا بور نو بور تونك بروديكتور راني نشوفوهم سي سون ما نقدرش نقولوا سون شير بارابور لا ماتير بروميير اللي رانا نعانوا فيها حنايا، بارابور لا مارج اللي حندوها حنايا، بارابور لانفستيسمون اي بارابور لو مارشي ثاني، باسكو لو مارشي دو سونغليتا سي مونديالمون تلقاه سي ان بتي مارشي، مارشي نيش. اي سورتو هذا يعني جو ريميرسي فيفمون هذو اللي راهم اورغانيزاو سو جور دو لاخر، مادام بوديسا ماذا بينا حنايا دي تريك كيما هذو نعرفوا البرودوي ونعرفوا الناس اللي تعرف كاين بزاف الناس ثاني في لا كومونيكاسيون و ميم طون يخرجونا شويه من الجيس. اليوم راني في التطهره تاع مرضى السيلياك، اليوم العالمي لمرضى السيلياك. اليوم جيت نتشارك في المسابقه تاع المرضى بيان سور، خدمت لي برودوي سون غلوتا، درت سبيسيالمون باتيسري، وعندي بزاف عفايس وحدو اخرين نخدمهم، صح اليوم خيرت باتيسري باسكو هي اللي بزاف الناس اللي ما يقدروش يخدموها في الدار. لاباج تاعي اسمها كوزينت ياسمين، نخدم لاباتيسري لي غاتو ساك وكلش. درت انا في الصح درت ستاج عادي نورمال، ومن بعد خدمت طورت نفسي في الاخر، وعندي اون باج ثاني يوتيوب اللي حاب يدي لي غوسات ولا ثاني نفس الاسم. نخدم هي في الصح نخدم كلش، مي دايره البلاصه اللي نخدم فيها نخدم غير سون غلوتين. ان شاء الله ربي يشافيهم كامل ويشافيني انا تاني، وانا تاني ربي يدعو لي كامل، قول لهم يدعو لي كامل بالشفاء، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للكاع اللي مشاركين هنايا. سيده بوزيت ظريفه من ولايه جيج المختصه في حلويات ومخبوزات ومعجنات بدون غلوتين. الدور تاعي دخلت بحلويات تقليديه، شاركت التظاهرة هذه تاع لي مرضى السيلياك لولاية الجزائر كامل الوطن الجزائري، والحمد لله تعرفت على المشاركين، ومن حسن الحظ صافي بليزير كي تلاقينا كامل، وهما واحد يتعرف على المنتوج تاعنا المنتوج الجزائري بصفة عامة من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال، ما شاء الله إقبال كبير بالبزاف. مامون الانسان يكون متواضع يعرف يهضر مع الغاشي، كاين اللي يحشموا كاين اللي ما يبغوش كاع يقولوا باللي رانا مرض، شغل عندهم اكتئاب نفسي، حنا خصنا نتعاملوا معاهم بالطريقه اللي تكون ما تخليهش يحس باللي واه ما تخليهش يحس باللي راه مريض بهذاك المرض، خاش هذا المرض ماشي نقول ما نقولوش مرض كرونيك، هو حيمياء هي كي تبع الحيمياء تاعك صاي ماشي مرض كرونيك. هو سهلة خصك تصبر باسكو ربي سبحانه وتعالى هو اللي مدلك هذا المرض. الحمد لله دروك ربي سخر لنا هذه الاعمال ان شاء الله تكون في ميزان الحسنات، وان شاء الله يا ربي يا ربي تكون هذه التظاهره لجميع المشاركين هنايا يعاونوا فيها الناس.